ما عجبنيش تعبير واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي كده للكابتن طارق السيد طالع مع مهيب عبد الهادي: انا مش هشجع الاهلي قدام كذا. يا عم هو حد قال لك شجع؟ يعني 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 انت هتشجع او مش هتشجع؟ هي الفكره نشر الروح الرياضيه. انتوا نجوم وعليكم مسؤوليات كبيره. ما ينفعش اقول لك بقى احلق شعري لو الاهلي كسب الدوري. طب ما كابتن 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 كابتنك جمال عبد الحميد راهن على دوري العام الماضي وكسب النادي الاهلي، وعلى العام اللي قبله وكسب النادي الاهلي. ما تبقوش عندكم قصور في الفهم وقصور في الرؤيه. دايما البطولات الطويله دي فيها تقلبات عديده، ما تعرفش ايه اللي يحصل، بتبقى مقفوله وربك يفتحها زي ماتش امبارح. وبالتالي ما ينفعش ان احنا يعني ايه نضغط بهذا الشكل ونتكلم بهذا الشكل على الجمهور واحنا مستمتعين بالهدوء اللي بيسود الوسط الرياضي وبحالة الروح الرياضية المنتشرة بين الناديين الكبيرين النادي الاهلي ونادي الزمالك بإدارات واعية وفاهمة ودماغها مرتاح. وانا بتكلم عن نادي الزمالك، امبارح ايضا حصلت حاجة غريبة جدا 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 جدا. كابتن محمود ابو الدهب نجم ناشئ الزمالك ونجم النادي الاهلي ونادي المريخ البورسعيدي قال حاجة غريبة جدا، تحدث عن واقع التفويت وبالاسماء ولصالح نادي الزمالك ومباراة المصري والزمالك موسم 91-92 ولا 90-91 اللي كسب فيه الاسماعيلي الدوري بعد مباراة فاصلة مع النادي الاهلي. كان الاهلي 51 نقطة والاسماعيلي 51 نقطة والزمالك 50 نقطة وعنده المصري. لو كسب المصري كسب الدوري. فالجهاز الفني واحد فيهم بعت محمود ابو الدهب كان لسه ناشئ وطالع، قال له اطلع على اخوك مصطفى ابو الدهب في بورسعيد هيشتري لك هناك قميصين وتيشيرتين وانت راجع تعدي على دمياط تجيب لك 2 كيلو مشبك، وتقول لهم ما يقرصوش علينا في الماتش، والماتش ده ماتش دوري، وخليهم يتساهلوا معانا كده ونكسب بطولة الدوري ونكسب بطولة الدوري. قال لك ما تلعبوش بقى، يعني سيبوا لنا الماتش وخلاص، يعني انتوا هتكسبوا ايه؟ راح محمود ابو الدهب الى بورسعيد وفق ما رواه بالامس مع الزميل اسلام صادق وفي حضور كابتن رضا عبد العال. قال لك رحت لقيت مصطفى، قال لي في ايه؟ ايه اللي جايبك؟ قال له انا جاي اقول لك ان يعني انا طبعا انت عارف ان انا اتصعدت للزمالك الفريق الاول وبلعب مع كابتن جمال عبد الحميد والنجوم الكبار دول، والجهاز الفني بعتني ليك يا مصطفى عشان ما تشدوش على الزمالك في المباراه لان كنت مش كسبان منها حاجه. قال له طب يعني ايه؟ قال له يعني ايه كده؟ قال له طب بص خليك هنا، خش الاوضه دي ما تخرجش منها غير لما الماتش بتاعه يخلص. قال له ليه؟ قال له ده انا بقالي اسبوع بورسعيد مولعه وكلهم بيتهموني ان انا هفوت لنادي الزمالك، هفوت لنادي الزمالك، فبالتالي ما تتكلمش في الموضوع. لعبوا هذه المباراه وكابتن مشائي جاب جون وكابتن مصطفى بوداب جاب جون وفازوا على نادي الزمالك، واصبح الزمالك 50 نقطه كما هو كان وقتها الفوز بنقطتين، ولعب الاهلي والاسماعيلي مباراه فاصله وفاز النادي الاسماعيلي في المحله بهدفي اظن بشير عبد الصمد وعاطف عبد العزيز وفاز بالبطوله. لكن تقف امام حاجه هنا يقول لك الجهاز الفني، واحد في الجهاز الفني بعتني البورسعيد. بقول ليه وقعت التفويض دي؟ لان وقعه ملموسه واحد بيقولها بعظمه لسانه كان شريك فيها. اما اتهام كابتن عماد النحاس بانه بيفوت للاهلي والكلام ده كلام خايب، ده كلام خايب يا بيه، ده كلام اهبل يا بيه. فرقه بتلعب وبتموت نفسها الخروج بنقطه، عارفه انها لو فتحت الجيم هتترقع 4 زي الاسماعيلي، زي سوري زي سموح، ماشي قافله الجيم خالص وبتأدي بشكل دفاعي بحت. فالناس يقول لك ده عماد النحاس بيفوت ومش عماد النحاس بيفوت والكلام الصغير والناقص ده. لكن عندك واقعة اهي بيقولها بالاسماء كابتن محمود ابو الدهب وفي حضور رضا عبد العالي اللي كان بيأمن على كلامه. دي واقعة لازم يتم التحقيق فيها، ولازم يتم إدانة من طلب من كابتن محمود ابو الدهب ان هو يروح لمصطفى ابو الدهب اخوه في بورسعيد عشان المصري يفوت للزمالك، ويجب الإشادة بفرقة النادي المصري وقتها انها رفضت التفويض. فعيب ان احنا نقعد نقول كلام في هذا المجال، ده كلام يغر الصدور وينشر
عدم الروح الرياضيه وينشر الكراهيه. لكن احنا دلوقتي اداره الزمالك بتتحلى بالروح الرياضيه، واداره النادي الاهلي طول عمرها بتتحلى بالروح الرياضيه، لكن وبالتالي الناس بتتكلم بقى كوره ورياضه. ما ينفعش بقى نقعد نطلع الحواديت ديت التي تغري الصدور وتسيء الى رموز في النادي الاهلي ونادي الزمالك.